المرض من 2019. أنا أم لثلاث أطفال وكنت أرضع رضاعة طبيعية. ابني صار بدوش يرضع، صار ينفرها ما بعرف ليش، هي مرة واحدة. المهم حاولت أنه أنا ألاقي السبب ليش، قررت أنه أنا أروح عند الدكتور. المشكلة أنه لما رحت عند الدكتور حصل عندي كتلة في الثدي اليسار. في نفس الوقت حولني على دكتور الألتراساوند اللي هو التصوير. في نفس اليوم طلع أنه هو للأسف ورم. جيت لعند دكتورة ثانية، ثالثة، أربعة، خمسة، نفس الحكي، كلهم نفس الشيء. عملت الخزعة، عملت ألتراساوند، عملت ماموغرام. بعدها بعشرة أيام لما جات النتيجة كلموني المستشفى، رحت لعنده. سرطان ثدي درجة ثالثة. انتشر على مستوى الكبد وعلى مستوى الرئة. حددوا لي 9 جرعات. طبعاً طاح لي شعري، طبعاً راحوا حواجبي. كنت بعيش حياتي طبيعية وبقول لنفسي أنه أنا حتغلب على السرطان وراح أتغلب عليه بإذن الله. بعد 6 جرعات الأولى عملت 6 سكان، ما كان في الاستجابة للدواء، فاضطرت الدكتورة تعمل لي تزيدني، فزدت لغاية ما كملت 12. اضطريت أنه أحكي مع مدير قسم الأورام أنه يحولني على مستشفى التوام، لأنه أنا كان عندي صديقات كتير بعرفهم تعالجوا في مستشفى التوام، فطلبت منه أنه يحولني على مستشفى التوام. مستشفى التوام هو مستشفى وصرح طبي مرجعي في دولة الإمارات العربية المتحدة. مركز الأورام يعتبر المركز الأساسي للأورام لمواطني ومقيمي دولة الإمارات العربية المتحدة منذ عام 1980. يحتوي على 7 أقسام: قسم علاج الأورام للكبار، علاج أورام الأطفال، العلاج التلطيفي والعلاج الإشعاعي، ومركز العناية بالثدي، وقسم خاص للتسجيل والأبحاث. ففعلا أنا جيت، أول دكتور شافني هو دكتور أنصاري الله يجزيه خير، هو نفس كنيتي، بس طبعا جنسية غير جنسية، بس هو دكتوري وصديقي وأخي وكل شيء فيه. حكيت له من 2019 لغاية اليوم اللي جيت عنده. قصة لمياء هي أحد القصص التي نفخر فيها كأطباء. لمياء شخصت كحالة ورم ميؤوس منه في عام 2019، في بداية 2019، منتشر في الرئة والكبد والغدد الليمفاوية. تم إعطاها علاجات كيماوية وكانت حالتها مستقرة على عدة مراحل. خلال المتابعة لاحظنا أنه عودة البرد في الثدي اللي بدأ فيه المرض. كل شيء فحوصات تعملت من أول، فقال لي لمياء أنا متأكد أنك راح تنجحي وراح ننجح مع بعض.
بلشنا من تي دي ام 1 من 2021 لغاية يومنا هذا. فتم إعطائها بحدود حوالي 42 جرعة علاج موجه كل 3 أسابيع. بعد 3 جرعات بلشت النتيجة تبان، فقال لي لمياء حنكمل في العلاج، مادام في نتيجة خلينا نكمل في العلاج. دكاترة ما في أحسن منهم، حتى لو مش موجود دكتور أنصاري يكون إجازة بروح لعند دكتور تاني بنفس الشيء. والحمد لله رب العالمين، الخطة العلاجية تم الالتزام فيها، وكانت في كمان متابعة للخطة بدون أي توقف أو أي انتربشن للخطة العلاجية كاملة. She came to me with a lot of hope, having this symptoms from a locally advanced tumor along with this advanced disease. We decided to repeat the investigations and look at the extent of the disease and started her on targeted therapy with trastuzumab emtansine. We discussed all the side effects up front, and she was very keen. She was full of life and energy, and she really wanted treatment that could make a difference. So she started this treatment about 3 years ago and initially had an excellent response. The first PET CT scan that we did showed complete resolution of all areas of metastatic disease, and clinically she noted a significant improvement in the tumor in the breast. PET scan showed complete resolution of the tumor in the breast as well on serial imaging. On treatment, serial PET CT scans showed complete response. However, we started noticing that the tumor in the breast slowly started to increase in size clinically, and also the PET scan showed increased area of activity in the primary breast tumor. So we were of concern that sometimes breast cancer cells can change in their molecular profile and may become resistant to the current treatment. And we are blessed at Tawam Hospital that we have a multidisciplinary setting where we can discuss challenging cases like this. So we discussed the cases at our weekly multidisciplinary meeting with our breast surgeon, pathologist, radiologist, where we look at all the scans and decide the optimal management for cases like this. كملت 3 سنين، فآخر بيت سكان كان على مستوى الكبد والرئة ما في شيء، الحمد لله الدكتوري يعني طلع نظيف، حتى الكتلة تبعتدي صارت كتير صغيرة. فهو حاول يقنعني أنه لمياء نشيل التدي، فأنا والله العظيم ما كان عندي نهائيا أي اعتراض أو أنه لما نشيل التدي أنه راح يصير لا وما أدري نهائيا. قلت له دكتور اللي انت شايفه سويه. بعدها باسبوع انا ترسلت له رساله، بعثت له رساله على الواتساب، قلت له دكتور انا ام ريدي فور ذا اوبريشن. So we referred her for surgical consultation with our breast oncologist Dr. Moza, who kindly considered Lamia for radical surgery to the breast, mastectomy, to take all areas of cancer away. حولوها ليه مركز الثدي، تناقشنا انا وهي عن العمليه. لازم طبعا احنا نعتبر عمر المريضه، صحتها العامه، استجابتها للعلاج والكيماوي. ناقشنا حاله لميا في اجتماع الاورام وشفنا كل الصور والفحوصات والنتائج، وقررنا ان ندخل العمليات ونزيل الثدي لميا.
طبعا أنا كنت شوية متخوفة من إزالة الثدي لأنه لمية من 2019 ماخذة كيماوي وعلاج موجه، وهذا يخلينا شوية نواجه صعوبة في العملية. لازم تنشل لأنها كانت مصابة بالغدة اللمفاوية، لازم نشلها. أنا طبعاً عندي علامات حركة عينين، كيف أدخل، كيف أوقف، وين أوقف بالضبط، كم بدأ ممكن أسحب. عندك أي سؤال؟ بس أسأل يعني خطورة بالعملية؟ لا إن شاء الله. بعدين أنت في المستشفى تنامين في المستشفى، ما بتروحين في المستشفى. بعدين أنتي لما تصيرين في العمر فقادرة، جسمك قادر حتى لو استمريتي على الكيماوي، أنتي جسمك قادر أن يدخل غرفة العملية. لازم دائما نفكر فيك، نفكر في الأطفال اللي عندك، صح؟ دخلنا العملية في أكتوبر 23. طلعت لمية الحمد لله من العملية بخير، جلست في المستشفى يوم، ولكن في المراجعة لاحظت أن في تجمع سوائل مكان العملية، فاضطريت أدخلها مرة ثانية العملية ونسحب هالسوائل وتروح البيت وهي بخير وعافية. والآن هي تحت المتابعة والحمد لله صحتها جيدة، وهذا قصة نجاح مبهرة لنا وفخورين بها كأطباء في مستشفى توام. We're very happy with the success that we have achieved in Lamia's case. Overall, for advanced breast cancer, we are converting an aggressive illness into more a chronic illness. And in her case, it is as close as we are going to get to call it into a curative setting. We have dealt with the advanced disease with systemic therapy, and where necessary, we have used local treatments such as surgery and radiotherapy to try and control this disease with a curative intent. And this gives us a lot of hope, not just for Lamia, but for many other patients like her, where multiple treatment advances in breast cancer have revolutionized the treatment, and the treatment armamentarium has improved considerably over the past few years, with novel treatment techniques being introduced for improving outcomes for these patients. أشكر فريق الأورام كله، من دكاترة، من سواء دكاترتي أو دكاترة تانيين، أشكر كل النيرسز، أشكر مدير المستشفى، أشكر شيوخ الإمارات كلهم اللي يعني عطينا الفرصة لمرضى السرطان أنه يتعالجوا في هالبلد الطيب. جزاهم الله ألف خير. مستمرة الحين لمية على العلاج الموجه وفحوصاتها حتى الآن، اللهم لك الحمد، كلها سليمة. I'd like to wish Lamia a very happy and healthy life. She's been a very positive patient and has been very keen to discuss treatment options and has been always enthusiastic regarding the interactions with us. We've been blessed with a great multidisciplinary team here to be able to offer her all the treatments that
are ideally suited for her. So I would like to wish her a very happy and healthy life. والمعنويات عالية الحمد لله ومستمرين في علاجها. ودائما الشفاء لها ولكل جميع مرضانا مرضى السرطان. نتمنى لها الصحة والعافية. السرطان يضل يمشي من هنا ويجي من هنا ويمشي، ما بياخذ منك ولا حق ولا بطل، هو تعب منك، هو بده يطلع مش عارف كيف يطلع. كله عادي، خليه، انا وياه صديقين، لانه السرطان والله ما بيخوف.